هذه امرأة تسأل فتقول: صليت الظهر في مبنى المدرسة لمدة 3 أسابيع أو 3 أسابيع، ثم نبهتني إحدى الأخوات أن القبلة في اتجاه آخر غير الاتجاه الذي كنت أصلي فيه أو إليه، هل يلزمني إعادة الصلوات أم أعذر بالجهل؟ لا، الجهل ما تعذرين فيه، لأن هذا شرط من شروط الصلاة، ما يسقط بالجهل. لكن إن كان الانحراف يسير فهو لا يضر، أما إن كان الانحراف كثير، القبلة عن يعني وراء ظهرك أو إلى جنبك، فلا بد من إعادة الصلاة لفقدان الشرط وهو استقبال القبلة من غير عذر. أنت في بلد وعند الناس، ليه ما سألتي؟ ليه ما نظرتي للمساجد حولك؟ نعم.